الآن ماذا تصنع عند الاعتمار عند العمرة؟ لقد أبغى أوفر ذا ريتويل فند عمرة. بدي أنت تدون باي العمرة. الآن نتكلم عن وضعكم أنتم في المدينة الآن. براتني أوفر يلي سيتواسي أصبر سونا أنفيز خير المدينة. أنت الآن في الفندق تغتسل؟ نعم. تغتسل. يفرق دخروت فاصل إن ذا هوتيل. وتلبس الإحرام الإزار والرداء. يترك الإحرام عندي بستات تري ستوك بوفر ديلتن عمر خليل. لكن لا تلبي لا تعقد النية بالدخول إلا عند الميقات. ماري مات الإنتنسي نخنيت بالفا عشان الميقات هبتبرك. وهذا الميقات دادي من الإنتنسي تنيم فورد العمرة. هذا أفضل لك وتنبه من معك في المجموعة تقول لا أحد يحرم من هنا. فقط نحن نلبس فقط نتجهز. This is better for you. لديني أوك من أيو فريند أمانس دي ميكو مي زين تفرتيل ومي تديل ان يخيفت الآن أربعي آن دات تبير خاط أم تفوبرايدة أبد العمرة. أما المرأة ليس لها لباس خاص للحج والعمرة. لا لا يوجد لها لباس خاص. الفراو زيفت خي سبيسي فيك تليدين فورد العمرة. لكن طبعا المرأة لا تلبس شيء فيه فتنة أو فيه رائحة طيب. من فراو بارفيرمير زيحنيت تركت أوك خي كلير آن يخب بارفيرمير زين أوف خين زاك دي عندك أنتري كان فسيري نبفطر. عندما نصل إلى الميقات. ونيدا ذا ميقات بريكا. هذا المكان الميقات المدينة له ميزة لأن هذا المكان مكان مبارك. Deze plaats is onderscheid van andere vanwege de gezegendheid van deze plaats. تصلي في ركعتين. Men bidt daar twee rak'at. تستطيع حتى ولو كانت الحمل الآن قال لا نوقف في الميقات لا إشكال. مجرد ما يقف الباص وأنت جالس في الحافلة تستطيع تكبر وتصلي. السنة يصح أن تصلى على الدابة على الراحلة على القطار على السيارة على الطائرة. نعم. Deze twee rak'at zijn aanbevolen extra gebeden. Het is niet noodzakelijk om daarvoor uit te stappen of per se in de moskee te bidden. Maar men kan dit ook zittend bidden in de bus of op zijn rijtuig of in het vliegtuig of in de trein of in de auto. Je kan altijd twee rak'at sunnah mag je bidden. Sunnah mag je bidden als rijdende. حتى ولو كانت الحافلة الآن متجهة لغير القبلة السنة تصح في السفر إلى القبلة أو إلى ما اتجهت به هذه الحافلة. عشان إذا بس هيت يبدي تفي ركعات يصير نيد نوزاك لك ذكية نذ خبت سريختين ريخ بس نذ الكعبة. وانت الريختي فان الكعبة يصير نيد فرأيست إن الأكسترا خبت ذل إن فرفيخت خبت. نعم. الآن السنة أن تتطيب في بدنك لا تتطيب في الإحرام. لو طيب واحد منا الإحرام لا يصلح أن يحرم فيه. يا من دين سخنيت البارفيميرا op zijn kledingstuk. Dus de ihram die hij aantrekt voor de umrah, men dient dat niet te parfumeren, maar men parfumeert alleen het lichaam. Dus in het geval van de man, تقليم الأظافر, قص الشعر. نعم. Ja, met kort knippen van de, of het wegnemen van de schaamharen en de nagels knippen. نعم. عقد النكاح. Wat dus ook verboden is gedurende de umrah, een huwelijksakte opmaken of afspraken maken om te trouwen, noem maar op. طبعا الرجل متزوج يعني ما يقبر اقرب المرأة. ما يقرب الزوج. ان getrouwde man die komt niet in de buurt van zijn vrouw als het gaat om stadsgemeenschap of alle vormen van wat te maken heeft met wat tussen een man en een vrouw geschikt. نعم يحرم عليه الصيد. Het is ook niet het is verboden voor hem om te jagen. نعم ويحرم عليه ان تغطية الرأس. Het is verboden voor een man om zijn hoofd te bedekken. ولبس الملابس هذه المحيطة بالأعضاء. يعني الفلينة السروال القميص. Je mag niks aan hebben behalve het ihram. لا مانع انه يغتسل يغير الإحرام بإحرام آخر أما بلباس لا. نعم. Je mag van الإحرام wisselen. Dus als je een extra ihram bij hebt. Mag je die gewoon gerust omwisselen. يضع النظارة. Je mag bril dragen. الحزام. Riem. الشنطة هذه يضع الحقيبة. تشيل فوري بابيري. الحذاء لا إشكال. لكن أكرمكم الله هذه الجزمة يعني لا. أيها. إيش سموها أنتم؟ كندرة جزمة. الجزمة اللي مقفلة. مقفلة. أي نعم. ما مشغول ما خليني تدراخن. نعم. مار الحذاء يشيخ النعال. أي نعال يلبس أي نعال. يعني ليس النعال بعض الحجاج يظن أن النعال البلاستيك فقط هو اللي يلبس. لا أي نعال مفتوح. صندالة دي أوفا زي. نعم. خلاص موخخ دراخن مرضى. طيب. ويبدأ الآن عند الميقات يلبي.
يعقد النية، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. بني من دس أنكم بعد الميقات دن ماك من the intensity for the عمرة إن هاي سبريك التلبية أوت. نعم. مرة هاي سبريك ليك the intensity أوت. بس إنوفاتسي. يكثر من التلبية ويرفع الصوت، الرجال يرفع الصوت بالتلبية. دمنا دي فرافة ستم مت التلبية لبيك اللهم لبيك. نعم، لكن هذه التلبية قال عنها جابر رضي الله عنه قال لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. نعم، لازم ما تخزل ابن عمر جابر رضي الله عنه. جابر رضي الله عنه. جابر رضي الله عنه هي اوفر ديز اوفر البروفيسور صلى الله عليه وسلم دات هاي ديز فورد اسبرك في التوحيد. نعم، التلبية اسم فورد دي مونوتيس مونوتيزم بفط. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى بعض الحجاج يتغنى بلبيك اللهم لبيك. لا، هذا التوحيد، هذا لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله ما يمكن أن يلحن يقول لبيك الله هكذا، ما يمكن. نعم. صوخ منس دي زينة ديز التلبية خلير دي خنوم تيس أفخ كرت منس دي نيت ديز التلبية تزينة مرخون أوت سبريكر. نعم، شيخ الإسلام يقول كلما ينطلق يعني الباص يمشي هو إلى مكة، مجرد ما يبدأ يتحرك يبدأ يلبي كأنه مجيب لنداء الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام أزيخ فنين بس بخين تترايدة وندين تمان ديز التلبية آية تسبريكة ان دور تزيتا ان تهوت إن ديك خهور خيفت عن دروب فن الله عز وجل. المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. الفراو ما خار خزيخ نيت بديك مثل النقاب ان سمقين هنسخون درافة، لكن عند إذا مر الأجانب بها تغطي وجهها تسدل يعني هكذا ترمل الغطاء على وجهها. نعم. مارفانير زي بفوت لوب دور ذا ريتويل فن العمرة دان إست فيل فور هار توخستان أم هار خزيخت أف تشخرم فن ذا مانا أصلي هار باسيرا سوز الشيخ فور ريلت مثلا والله أعلم. نعم.